مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم؟ تحتاج السيارات إلى العناية اليومية والنظافة بشكل مستمر من أجل تجنب الصدأ الذي من المحتمل أن تتعرض له السيارات متأثرة بالعوامل المناخية. اليوم سنعرض لكم أكبر مغسلة في العالم وكذلك أحدث أنواع السيارات الأجرة وأيضا تفاصيل عن الزراعة في الفضاء وغيرها من الاختراعات والاكتشافات الجديدة. مستر ووش، حرصت بعض البلدان على تصميم كبرى المغسلات مثل أكبر مغسلة للسيارات بالعالم التي تعمل بالتقنيات الحديثة وتتواجد في مدينة شتوتغارت الألمانية. مغسلة مستر ووش الألمانية والتي تعد أكبر مغسلة للسيارات في العالم. تعد مغسلة مستر ووش الألمانية أكبر مغسلة للسيارات في العالم، إذ تنظف ما يقرب من 400 سيارة في الساعة أو ما يوازي تقريباً نصف مليون سيارة سنوياً، وتستغرق السيارة 10 ثوان فقط. يعمل في المغسلة التي تقع في مدينة شتوتغارت الألمانية أكثر من 100 موظف، وجميعهم متخصصون ومتمرسون مع أفضل الأجهزة وأكثرها تقدماً لجعل السيارات في أبهى حلة. مركز العناية بالسيارات يستخدم مضخات عملاقة لضغط المياه، كما يتم الاستعانة بالمياه المعاد تدويرها والتي تم جمعها من الغسلات السابقة، إذ يتم معالجتها في محطة داخل المغسلة، ومن ثم يتم تخزينها للاستخدام أثناء عمليات الغسيل التالية، ويساعد ذلك في تقليل فواتير المياه مع الحفاظ على المياه أيضاً. ويستهلك نظام التجفيف الساخن وحده 6000 كيلو واط ساعي أو ما يكفي من الطاقة لأسرتين في المتوسط سنوياً. يتم استخدام معدات لتنظيف السيارات من الخارج في وقت قياسي، ويتلخص دور العامل البشري فقط في تنظيف السيارة من الداخل لمن يطلبون ذلك. ولا يقتصر عمل هذه المغسلة على تنظيف السيارات فقط، ولكنها أيضاً مزودة بفريق كامل للصيانة، سواء في الميكانيكا لصيانة الأجزاء الداخلية للسيارة أو صيانة الهيكل الخارجي للسيارة من أثر الحوادث والصدمات، فهي حقاً تمتلك فريقاً محترفاً قادراً على إعادة السيارة إلى هيئتها الأولى لتصبح جديدة. وتم تجهيز الكثير من الخدمات أيضاً في هذه المغسلة، مثل مكان مخصص للانتظار وتقديم المشروبات للعملاء لقضاء الوقت في انتظار استلام سياراتهم. ولم تتوقف خدمات مركز عناية السيارات على هذا، بل إضافة إلى ذلك يقدم أماكن لرعاية الحيوانات الأليفة أثناء تنظيف السيارات للأشخاص الذين يأتون وبرفقتهم حيواناتهم الأليفة. ويحرص أغلب سكان مدينة شتوتغارت والمدن المجاورة لها على الذهاب إلى مغسلة مستر ووش للعناية بسياراتهم والاستمتاع بخدمة محترفة، فهي حقا من أفضل مراكز العناية بالسيارات في العالم. الروبوتاكسي ذاتي القيادة زوكس أمازون. كان عام 2020 عاما يرغب معظم الناس في نسيانه، لكنه بدأ بالكشف عن نظام كرويس أوريجين للقيادة الذاتية، وهو النظام الذي تطور في الفترة الأخيرة، وكان آخر منتجاته المركبة الصغيرة ذاتية القيادة باسم زوكس. وكشفت الشركة المملوكة لشركة أمازون النقاب عن الروبوتاكسي التابع لها، وقد وصفت هذا الاختراع بأنه مركبة تعمل بكامل طاقتها، وأنها كهربائية وذاتية القيادة ومصممة للبيئات الحضرية الكثيفة. ويبلغ طول المركبة 3630 ملم، والارتفاع 1936 ملم، وهذا يعطي السيارة حجماً صغيراً لأنها أقصر قليلاً من شيفرولي سبارك. وإلى جانب الأبعاد المدمجة، تأتي المركبة بأبواب منزلقة وعجلات ألمنيوم أنيقة بأربعة أذرع، كما يتميز النموذج أيضاً بنظام إضاءة عالي التقنية يخبر مستخدمي الطريق الآخرين بما ستفعله زوكس بعد ذلك. على الرغم من صغر حجم المركبة، إلا أنها تحتوي على أربعة مقاعد داخلية واسعة مع مقعدين يشبهان الأريكة يواجهان بعضهما البعض. ونظراً لأن السيارة ذاتية القيادة، فإنها لا تمتلك عجلة قيادة أو أدوات للتحكم التقليدية، ولم تقل الشركة الكثير عن المقصورة، ولكن يمكننا أن نرى بطانة سقف نجمية مستوحاة من رولز رويس.
كما تم تجهيز المقصورة أيضاً بشواحن الهواتف الذكية اللاسلكية وأنظمة المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس والتي توفر أدوات التحكم في الصوت بالإضافة إلى معلومات حول وجهة المركبة. ولم تكشف زوكس عن العديد من المواصفات، لكنها أكدت أن مركبتها ذاتية القيادة تضم بطارية بقدرة 133 كيلو واط في الساعة، والتي ستسمح لها بالعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة متواصلة. وقالت الشركة أيضاً إن السيارة يمكن أن تعمل بسرعات تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، ويتميز الطراز أيضاً بتوجيه رباعي بالإضافة إلى قدرة قيادة ثنائية الاتجاه. ومن المقرر أن تبدأ هذه المركبة عملها في شوارع لاس فيغاس الأمريكية قريباً. فقدان الوزن بطريقة مثيرة. النهج الشائع لعلاج السمنة يشمل العلاجات غير الجراحية والجراحية، إذ أن ممارسة الرياضة اليومية وتناول عقاقير إنقاص الوزن هي أنظمة تخفيض الوزن غير الجراحية، ولكن هناك احتمالاً كبيراً لازدياد الوزن مرة أخرى أو التعرض لخطر الآثار الجانبية الضارة للأدوية والعقاقير الخافضة للوزن. وقد أثبتت العمليات الجراحية الحالية لعلاج البدانة مثل الالتواء المعدي واستئصال جزء من المعدة تأثيراً كبيراً على فقدان الوزن، ولكن هذه الإجراءات تحتمل حدوث مضاعفات خطيرة تتطلب معايير رعاية صحية متزايدة. لذلك نحتاج إلى استراتيجيات علاجية جديدة للسمنة تكون فعالة وسهلة ولها تأثيرات جانبية أقل. طور فريق من الباحثين من جامعة ويسكونسن ماديسون عملية زرع لجهاز محفز للعصب المبهم. يعتقد أنها ستعيد برمجة بعض الأحاسيس الأساسية المرتبطة بالتحكم في شهيتنا، إذ تتمحور أبحاثهم عن العصب المبهم. يؤدي العصب CNX، وهو العصب العاشر والأطول من مجموعة الأعصاب القحفية الاثني عشر، دوراً في مجموعة وظائف التنظيم الصحي، ويكتسب هذا العصب أهميته في فقدان الوزن كونه يدعم المعلومات الحسية التي تؤثر في المري وغالبية الجهاز الهضمي، كما يظهر دوراً صغيراً من ناحية الإحساس بالمذاق في منطقة واحدة من اللسان، ويتألف نظام تحفيز العصب المبهم من مولد ذي أبعاد نانوية حيوي ومرن يولد نبضات كهربائية ثنائية التطور على سطح المعدة مستجيباً لحركات المعدة. وحدة التحكم الاندفاعية برينك بايونيكس. تعمل وحدة التحكم الاندفاعية برينك بايونيكس بسرعة 80 ملي ثانية أسرع من الأصابع. يعتبر الجهاز الجديد هو أول واجهة عصبية من نوعها مصممة لخفض سرعة رد الفعل من الدماغ إلى النقر بالماوس في ألعاب الكمبيوتر بما يصل إلى 80 ملي ثانية، لكن معدل عرض الإطارات لمكالمة الفيديو كان منخفضاً جداً بحيث لا يمكن تسجيل الفرق في الفاصل الزمني. بدا الأمر وكأنه مشكلة فنية بريئة، لكن الحاجة إلى التبديل إلى اتصال معدل إطارات أعلى أثارت الحدود ذاتها التي تم إنشاؤها من أحدث منتجات برينك بايونيكس لمعالجتها. تقليل التأخير الكهروميكانيكي EMD بين التفكير في الأمر والنقر بفأرة الكمبيوتر لإخبار لعبة الفيديو بما يجب عرضه على شاشة الكمبيوتر. وصل سعر هذا الجهاز إلى 169 دولاراً. زراعة الفجل خارج الأرض. نجح رواد فضاء ناسا مؤخراً في حصاد نباتات الفجل الطازجة من الموئل المتقدم للنباتات APH ونظام إنتاج الخضروات بالمحطة الفضائية الدولية، والتي تستخدم مصابيح LED لتحفيز نمو النبات، إذ جمعت كيت روبينز 20 من الخضروات الجذرية من النظام مع لفها بدقة في رقاقة معدنية ووضعها في مخزن بارد لرحلة العودة إلى الأرض في عام 2021. التجربة المسماة بلانت هابيبات 02 PH 02 هي المرة الأولى التي يزرع فيها رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية ISS الفجل، إذ أنتجت مشاريع أخرى الخضروات الورقية مثل الخردل والخس الأحمر. تم اختيار الفجل نظراً لقدرته السريعة على النضج في غضون 27 يوماً فقط، مما يجعله مثالياً كمصدر مستدام للغذاء لرواد الفضاء الجائعين. سيارة كهربائية لا تحتاج إلى الشحن.
وأعلنت مؤخراً شركة أبترا الأمريكية عن تصنيع وإنتاج سيارة جديدة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الشحن. وقالت الشركة إن سيارتها التي تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية تم حجزها بالكامل، فهي سيارات تعمل بدون الحاجة إلى إعادة شحن، بل تعتمد فقط على الطاقة الشمسية، وتقوم الطاقة الشمسية بشحن بطارية السيارة بصورة ذاتية دون الحاجة لتدخل مالكها في عملية الشحن. يمكن ركن السيارة وقد نفذ شحنها أو تركها في الشمس واستخدامها مرة أخرى دون بذل أي جهد في شحنها. تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في وقت لا يتعدى 3.5 ثواني، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 177 كيلومترا في الساعة، كما أن بطارية السيارة تمكنها من السير مسافة تصل إلى 643 كيلومترا دون الحاجة إلى الشحن بالطاقة الشمسية مرة أخرى. وبعض النسخ الأخرى من طراز الدفع الرباعي تصل هذه المدة فيها إلى 1600 كيلومتر دون الحاجة إلى الشحن. وتتراوح أسعار السيارة من 25,900 إلى 46,900 دولار حسب الإمكانيات الموجودة بالسيارة، وما إذا كانت السيارة عادية أم سيارة دفع رباعي. وقد أعلنت الشركة عن نفاد جميع النسخ قبل إنتاجها، وينتظر العالم بشكل كبير ظهور هذه السيارات التي ستكون سبباً كبيراً في تطوير صناعة السيارات في العالم. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.